اهلا الله فيكم حلقه جديده من توب 10 وموضوعنا اليوم راح يكون اكثر 10 العاب متحمسين لها لمعرض اي 3 2018 طبعا حطوا ببالكم الالعاب اللي بنذكرها في هذا الفيديو راح تكون الالعاب اللي اصلا نعرف انها بتكون موجوده هناك وشفنا لها عرض او نعرف انها اصلا موجوده اعلن عنها رسميا الالعاب اللي ما اعلن عنها رسميا واشياء نتمناها راح تكون في فيديو ثاني وطبعا قبل ما نبدا اضغطوا لايك وزر الاشتراك واشتركوا بالقناة عشان تجيكم فيديوهات رهيبة زي كذا ولا تفوتكم تغطياتنا المعرض اي 3 2018 والحين خلونا نبدا في المركز العاشر معنا لعبة شادو اوف ذا Tomb ريدر ويعتبر الجزء الثالث في سلسلة لارا كروفت او نقول الريبوت حق لعبة Tomb ريدر. الاشياء المتحمسين لها احنا في اللعبة هذه نبي نشوف كيف لارا تغيرت لان قالوا انه في هذا الجزء راح تكون هي اللي تصطادهم بدل ما هم يصطادونها، وطبعا في اضافات كثيرة في اللعبة وحماس كثير بنشوفها اكثر. ومركز التاسع معانا لعبة سبايدر مان، طبعا هذه اللعبة متحمسينها كثير عشان سببين، الأول سبايدر مان، مين ما يحب سبايدر مان؟ السبب الثاني عساس أساس شركة انسومنياك المطور انسومنياك اللي مشهور بالعاب بلاتفورمر مثل راشتا كلانك هو اللي ماسك المشروع وهو اللي سواه، وأيضا شفنا جيم بلاي للعبة فمتحمسين أكثر نشوف جيم بلاي أكثر ومفصل في اي 3. المركز الثامن معانا لعبة كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4. والاشياء المتحمسين نشوفها في البلاك اوبس 4 اللي هو طور البلاك اوت وهو اللي يعتبر تقريبا مثل باتل رويال وهذا شيء قام ينتشر كثير في الالعاب مو بس كذا ما راح يكون في ستوري مود لكن قالوا بيحطون ستوري بطريقه ما في الملتبرير ننتظر ونشوف متحمسين نشوف كيف وضع البلاك اوت اذا حطوه في اي 3 المركز السابع معنا لعبه باتل فيلد 5 اكثر شيء متحمسين له في هذه اللعبه ان نشوف الستوري مود اللي موجود فيها وايضا كيف يعني دور المراه في حرب العالميه الثانيه خاصه في قصص كثيره بطوليه للمراه وشوف كيف وضعها هنا فطبعا غير الجيم بلاي وغير الملتي بلاير اللي بيكون فيه متحمسين للعبه. المركز السادس معانا لعبه اسمها مو الحقيقي هذا بس هذا اسم خلينا نقول اسم اللي حطوه حق التطوير اللي هو اسمه شادو داي توايس من لعبه فروم سوفت وير. كثيره تقول ان اللعبه هذه يعني بتكون ما هي لعبه بلاد بون 2 لكن نتامل ان شاء الله ونشوف. في المركز الخامس معانا لعبة جوست اوف توشيما طبعا هذه اللعبة من المطور سكر بانش اللي مشهور بلعبة انفيمس اللي كان فيها اشياء كثيرة يعني صراحة من ناحية بلاتفورمر او انك الكوستات والاشياء هذه. اللعبة هذه اكشن متحمسين نجربها لانها فيها طابع الساموراي القديم ولكن ما شفنا ولا شيء على الجيم بلاي، فمرة متحمسين نشوف كيف الجيم بلاي راح يكون وكيف سكر بانش راح يطور اللعبة في طريقتهم البلاتفورمر على سافة الساموراي. ومركز الرابع معانا لعبة سايبر بانك طبعا هذه اللعبة اكثر شيء متحمسين لها انها من CD دي بروجكت اللي سوى طبعا لعبة ذا ويتشر 3 وما عليها خوف معروف عنها لكن احنا متحمسين بنشوف كيف طريقة اللعبة راح تكون وعلى كلام قالوا انها بتكون اكبر من عالم ويتشر 3 وبنشوف ان شاء الله نشوف لها لعب هناك يعني بتكون هل بتكون في مايكروسوفت ولا سوري ما ادري لسه لكن بنعرف انها بتكون موجوده في شكل من مارك ثالث معانا لعبة انثم، لعبة انثم هذه اللي شفناها بدايتها في مؤتمر مايكروسوفت السنة الماضية وكلنا اندهشنا منها، كيف طريقة الجيم بلاي وكيف ان الرسوم كانت جدا ممتازة، فإلى الحين نبي نعرف أكثر عنها، فبنشوف اي ايه أكيد راح يحطونا كيف معرضهم اللي بيسوونه أو بنشوفها مثلا عند مايكروسوفت أو مرة ثانية أو عند بلاي ستيشن، المهم نشوف جيم بلاي كامل لها بإذن الله. في المركز الثاني معنا لعبة ذا لاست اوف اس 2 طبعا بما انه ما يعرف لعبة ذا لاست اوف اس لعبها وعجبته تعتبر واحدة من افضل العاب البلاي ستيشن 4 آه، و 3 طبعا لاست اوف اس 2 شفنا منها عرض جدا صرعنا في باريس جيم ويك انا واحد منهم فنبي نعرف ايش اللي صاير ومين هذا اللي قاعد تعذب وش السالفة وين الي اسئله كثيره في راسنا مو بس كذا آه، راح يكون في ايضا لعب ما يقل عن 20 دقيقه في المعرض فحنا متحمسين نشوف الجيم بلاي حق اللعبه والمركز الاول لعبه ديث ستراندينج طبعا الاسطوره كوجيما والممثل مالت ميكلسن اللي هو اشهر في مسلسل مثله هانيبل وايضا نورمان ريدوس اللي هو حق ووكين ديد اجتمعوا وسووا لك هذه اللعبه اللي, اللي ما نعرف عنها ولا شيء ورانا عرض كوجيما لحس مخنا اكثر ما ندري كيف طريقه اللعب اللي قال كوجيما ان اللعب راح يكون فيه يعتمد اللعب الجماعي ما نعرف كيف بيسوون هذه الحركه هذه ومو بس كذا المحرك هو محرك ديسيما اللي اشتهر في آه لعبة هورايزن فأسئلة كثيرة عندنا وعدونا أيضا راح نشوف جيم للعبة أخيرا ما يقل 20 دقيقة إن شاء الله بيكون في آه حدث بلاي ستيشن اللي بيصير أو خلينا نقول البلاي ستيشن اللي بيصير فمتحمسين الموضوع هذا ونشوف ايش بيصير معها وهذه كانت القائمة حقت التوب 10 العشر العاب اللي حنا متحمسين نشوفها في معرض اي 3 اعطونا رايكم هل عجبتكم القائمة؟ هل توافقونا ولا تخلفونا الرأي؟ وايضا اذا في العاب ثانية انتم متحمسين لها حنا ما ذكرنا اكتبوا تحت في الكومنس. ولا تنسون ان شاء الله الفيديو اللي بعده راح يكون توب uh, 10 الالعاب اللي نامل تكون موجوده يعني الالعاب اللي ما قالوا عنها لكن نامل تكون موجوده ومره ثانيه لا تنسون زر اللايك والاشتراك وايضا انشروا الفيديو بين اخوياكم على اساس يعم السلام بين الجميع كان معكم هذا الشيحه يعطيكم العافيه مع السلامه